النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. استشهد 3 لاجئين فلسطينيين في مخيمات سورية جراء القصف والحصار الذي تتعرض له المخيمات. ودخلت الأزمة السورية عامها الرابع بلا بوادر لحل سياسي أو حتى عسكري يوقف النزاع الذي أودى بحياة الآلاف وهجر الملايين. اقتحم وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل برفقة شرطة الاحتلال المسجد الأقصى صباح اليوم، واحتجزت الشرطة المصلين واعتدت على عدد منهم واعتقلت مسنة. وكانت جماعات الهيكل المزعوم دعت أمس لاقتحام المسجد في عيد المساخر اليهودي الذي يوافق اليوم. بدأت لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجل الناخبين للعام الجاري، والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة الذين بلغوا السن القانونية في جميع محافظات الضفة وقطاع غزة، على أن تستمر العملية حتى يوم الخميس المقبل. يدلي الناخبون في شبه جزيرة القرم اليوم بأصواتهم في استفتاء تاريخي لاختيار فيما إذا كانت شبه الجزيرة ستبقى مع أوكرانيا أو الذهاب لروسيا. ومن المتوقع أن تعلن نتائج الاستفتاء الذي يواجه انتقادات غربية بعد ساعات قليلة على انتهاء التصويت. تعتزم الشرطة في ماليزيا مراجعة الخلفيات الشخصية والسياسية والدينية للطيار وأفراد طاقم الطائرة 777 المفقودة في محاولة لتفسير السبب الذي دفع شخصاً ما إلى التحليق بالطائرة لمئات الأميال بعيداً عن مسارها وفق فرضيات جديدة. وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت أنها ترجح فرضية العمل المتعمد وراء اختفاء الطائرة، لكنها لم تؤكد فرضية اختطاف الطائرة المفقودة منذ 8 أيام. نهاية النشرة الإخبارية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.